السلام عليكم الإخوان الأخوات، جولة في تمنصورت، دردشة حول نتائج البكالوريا. صراحة الباك هذا العام كانت النسبة ديال النجاح مزيانة، كانت تقريبا حسب بلاغ ديال وزارة التربية الوطنية كانت نسبة النجاح تقريبا 63%. غادي نعطيكم ونقرا لكم كاع داك البلاغ ديال وزارة التربية الوطنية، و على حسب سميتو العهدة عليا بطبيعة الحال. و بطبيعة الحال الا تبعنا شوف تي في ودوك الاخبار اللي كتجيب راه غادي تفليبا عباد الله، لان الناس تيمشيو تيمشيو غير لهذوك المساليين و تيقولو لهم كي جاكم امتحان، تيقولو الامتحان والله ما يجاوب عليه داك اللي حطو ما شاء الله وصافي. المهم حسب الوزارة في البلاغ الصحفي ديالها غادي يحط لكم من نسخة منه، فالدورة ديال يونيو تقريبا قال لك سيدي واحد 24500 لا 245000 مترشحة ومترشح، يعني دوزوا امتحان هذا العام هذا الدورة هذه، يعني تقريبا واحد الزيادة كاين واحد الزيادة بارابور العام الأول. نسبة النجاح تقريبا بلغت 59.74% مقابل 66.8% في الدورة العادية لسنة، يعني كان انخفاض بارابور العام الأول. و 189000 مترشح ومترشحة غادي يجتازوا الدورة الاستدراكية تقريبا. الله يعاون الجميع، الله يعاونهم، الله يعاون الجميع، هادشي اللي نقول لهم. قال لك سيدي في التعليم العمومي واحد 245000 مترشح ومترشحة من التعليم العمومي والخصوصي اجتازوا اختبارات هاد العام، وقال لك عدد الناجحين حوالي 14000 ناجح وناجحة، بلغت النسبة واحد 6 ارتفعت نسبة النجاح ب 6% مقارنة بالناجحين ديال 2022. داكشي اللي قلت لكم، وتجدر الإشارة إلى أن عدد المترشحات والمترشحين قد ارتفع بنسبة 18% هذا العام، يعني 18% اللي تزاد، وبلغت نسبة النجاح قالك سيدي 59.74 في هذه الدورة اللي قلت لكم ديك 63%. هذا نسبة النجاح عند البنات، يعني نسبة النجاح عند الإناث 63.83%، ولكن عند الذكور كانت يلا 54.89%. يا ابو الركابي ما تيبيش فيش يقراو الدراري مساكن تيكونوا مشطونين. لا لا لا، الله يعاونهم، الله يعاون الجميع. حنايا تنضحكوا تنبسطوا ما ورا، شوف تنتمنوا النجاح للجميع والله العظيم. والنجاح نكونوا مفاهمين من هنا بان النجاح ماشي فقط في الدراسة، راه النجاح راه تيكون في عدة ميادين. الانسان ما خصوش يبقى مركز على خصني ننجح دراسيا فقط، راه النجاح راه كاين شحال من واحد اللي ما شدش كاع الباك وسميتو عليه ومن بعد راه نجح في حياته ومارس مثلا شي مهنة ويسر ليه الله فيها وكذا ومشى. يعني حنا ماشي حنا تنتمناو النجاح في لو سونس لارج، فهمتي؟ ماشي بداك ماشي النجاح فقط الانسان يقول لا راه النجاح فقط كاين في القرايه، حنا تنتمناو الانسان والسعاده في الحياه. غنعاود لكم كاع واحد الدري كان فين قلتها لكم واحد المره في واحد البلوك، والله الا صدم الاستاذ ديالو، قال لي اش بغيتي تكون فاش تكبر؟ شنو هو الجواب اللي قال لي؟ واي ريت ما عرف مشات الصوره، يمكن ياك مشات الصوره، واحد لقيتها مشات الصوره. قال لي بغيت نكون سعيد، قال لي فاش نكبر بغيت نكون سعيد، يعني جواب صدم لي داك السيد، والله الا صدمو بالله، صدمو ما خلاش مي ولي لا لا. نضرو من هنا لان كاينه حنا دابا تنضرو في الشطر 8 حدا جزيئات الخير، راه كنت زدت من هنا داك حدا داك النهار. قالك سيدي وبلغت نسبة النجاح في المسالك الدولية للبكالوريا المغربية 64.94% في حين بلغت هذه النسبة 45.48% بالنسبة للمسالك البكالوريا المهنية، يعني بالنسبة للمسالك البكالوريا المهنية كانت ناقصة بزاف، ناقصة بارابور المسالك الدولية. راه النيت كانت شكالي واحد السيد مسكين كان ولدو ندير ديك التنويه ديال محمد السادس اللي كاينه في ازلي، وقال لي يا ودي راه ما
عرفتش قال قصحوا معاهم هذا العام ولا وانا ما كنبغيش هذه الكلمات ديال قصحوا معاهم ولكن اش غدير ما شاء الله وصافي. نتمنى انا النجاح للجامعة هادشي اللي يقول الانسان الله يعاون الجامعة هادشي اللي يقول الانسان وصافي. لان باش تقولوا ودي راه قصحوا معاهم ولا ما قصحوش معاهم الانسان يوجد بريباري ويقرا الدروس ديالو ويوجد الكمال على الله سبحانه وتعالى. كنت نقول انا كاع الدري ولدي بمناسبه الدري ولدي حتى هو راه دوز الباك هذا العام الحمد لله راه نجح ايوا غادي نديرو حنا تنتمنوا النجاح للجميع والله العظيم الا تنعتبروا كاع وليدات المغاربه ولادنا ماشي غير ماشي ولدي بطبيعه الحال لان راه داك الاخر بطبيعه الحال راه جزء منك حتى هو راه من المجتمع المغربي بطبيعه الحال تتأدى الى تتأدى هو تتقصح الى تقصح هو تيدرك خاطرك الى 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 ما كانش هو ناشط بطبيعه الحال. ايوا النتائج كي قلنا كاينين الناس اللي ناشطين وكاين الناس اللي البارح الليل تقريبا مع شي جوج الليل تنسمعوا الزغاريت هاد سنين تقريبا النتيجة تلشي الوحدة ونص عادة جاتني انا في الميساج ديالي في الهاتف لان هو كان الدري ولدي عاطي النمرة ديالي للهاتف ديال النمرة ديالي هي اللي حط في وعاد كاين داك اوتلوك واحد البروغرام ديال اوتلوك تيرميو فيه النتيجة وتيرميو فيه شحال جبتي في كل مادة وداكشي كان متيليشارجي دري ولدي ودارت المهم جاتني انا في الميساج قبل ما تجي هو فهمتي. حنا دابا دخلنا للشطر واحد غادي نجي حتى ديك الحديقه ديال ياسمين قلنا ندورو نجيبو دويره ونهضرو على هاد النتائج هادو ديال البكالوريا كاين حتى الاحرار كاين واحد السيد كنت ديك الساعه تنعرفو مسكين حتى هو كان دابز مع الباك شحال من سنه هادي هو تيدوزو كل عام الى تسنح ليه الفرصة تيدفع و تيدوز و لأن هاد العام قلت ليه ودي راه ميمكنش ليك أصاحبي هي تجي و تدوز قال ليه شنو المعمول قلت ليه بريباري أصاحبي بريباري راه ميمكنش دير و يدفع و مشا مسكين هاد العام بريبارا و جابو جاب الباك الحمد لله و تنتمناو سميتو على ان الانسان يعرف بان راه ما كاينش شي حاجه تجيب ساهل ما كاينش شي حاجه كتجيب ساهل ضروري ما يمكنش لك مثلا ما تبريباريش وتجيب شي حاجه تجيب شي نقطه مزيانه ما يمكنش لك كيف قلت لكم باش يكون واضح مع في الطريقه ديال اسمو شحال من واحد تيتحب ليه واش النجاح هو القرايه راه القرايه جزء من النجاح والنجاح اصناف راه كاين اللي غير عطاه الله مراه الله عمرها دار ولا ناجح في حياته ناجح وخاتي مثلا عنده الخدمه وكذا وتيمشي خدام ويجي للدار تلقى راسو مسارح والله الا كاين اطباء والله ما مسارح طبيب والله ما مسارح مشاكل المراه الاولاد مثلا واش فهمتي راه السعاده هي لب الحياه انك تكون تنجح في الحياه ديالك مع عائلتك الصغيره ومع عائلتك الكبيره ومع الجيران ومع لي زامي ومع العلاقات العامه تكون بخير وعلى خير وعندك اصدقاء بخير وعندك عائله بخير وليدات بخير المراه بخير وبالنسبه للمراه ثاني الزوج بخير فهمتي هذاك هو النجاح. ما الانسان تيبقى تفكر في كاين اللي يقدر مثلا ما يجيبش الباك مثلا يسحب ليه واش لا فان دي موند سال العالم مثلا لا 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 قول الله خير وحاول خدم على الله اكبر شو هذا السيدة الله 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 شتي الله 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 اكسيدون ما نقول لكمش اكسيدون قعد دابا هذاك السيد جاي ناطر وهذا حبس في بس على حساب الدودان ودخل فيه الاخر الديفو من اللوراني طبيعة الحال الديفو من داك اللي اللور يا ولي لا لا الله العظيم قلت لكم كاين دابا شحال من واحد جزار مثلا ما كملش قرايته جزار ناجح حياته ماديا وتمعنويا فهمتي هو
واخا هو كزار ويني ناجح، رغم انه ناجح تيعتبر راسو ناجح لانه تيصور الفلوس مزيان، تيخدم مع اللي نبيع والشراء، تي في العيد تيطلع واحد 2000 درهم ولا 2500 درهم العيد كبير، تيدير بيع والشراء ديال البهايم مثلا، تيبيع ويشري في البهايم، تيبيع ويشري في اللحام، تيبيع ويشري في بزاف ديال الحوايج، بقى عندو جوج محلات ثلاثة ديال تكزارت، فهمتي؟ رغم انه غادي تقلب النيفو ديالو سكولير تلقاه مثلا خارج من خامس ولا السادس ولا عندو الكاتريام ولا، رغم اننا تنتمناو انه يكونوا مثلا الناس مثلا عند واحد الانسان كزار مثلا عندو الاجازة مثلا، راه ماشي بعيد راه عادي، وكنعرفو واحد السيد عندو الباك دوزيام اني تلافاك والله الا كزار سميتو عبد العالي الله عمر هدر نقولو كاع سميتو ما نقولوش كنيتو نقولو سميتو الله عمر هدر صديق حتى هو تنعرفو عندو دوزيام اني تلافاك وتخيل عندو دوزيام اني تلافاك وبزار وناجح ودار الدار والطونوبيل وتيطيح في النهار واحد بالقلة لما طيحش غادي يطيح واحد 750 درهم 600 درهم بين 600 و 700 درهم 750 هو اللي قال لي هاد القضيه ديال 2500 درهم تيطيحها في العيد قال لك وما تيخدمش زعما بزاف لانه تيضرب غير الناس صحابو اللي كيعرف والله الا كيمشي تيذبح لشي واحد هذا بعرف سيد كثير راه تجهد في تاك الزاز راه فهمتي غادي يمشي طق 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 تبدي دوز فيها واحد 3 دقائق 5 دقائق 3 دقائق كثرت فيها ثاني واحد اللي تدوز فيها واحد قسمين ربع ساعه تجبد هذا ب 300 درهم تعطيها ليه لانه تيهبط ليه السقيطه وهذاك الشيء من داك الشافعي نقيه 300 درهم لازمتو لهذاك لا سميتها بعدا ستيس الخليل الكبش وانا تيكون كبش قدو قداش تيشد الكبش الطاق تيقلبو الطاق تيعقد ليه رجليه جوج الطاق الطاق تيدبح اولا تيعطي المول الدار يدبح الا كان راه المول الدار تيشد ليه الكبش تيدبحو ليه مول الدار و تا هو تينفخ تا هو بعدا تيبدا تيسلخ بلا نفيخ لانه مع تيزرب على هداك تيدير دغيا مشى قسمين مشى تيعطيك تيرمي ليك الهيدورا يرمي ليك رجلين في جهة و الراس في جهة ويبدا تيحل الدواره فاق 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 يعطيك الدوايس يستفليك دوك المصرار يستفليك هذا يستفليك هذا ويعطيك داكشي هذا يعطي تعطي 300 كي تعطي 400 كي تعطي 500 درهم كاع الناس كاين الناس تعطي 500 درهم فهمتيني وتيدوز مثلا واحد 5 الناس 8 الناس 3 الناس ديك الساعه تيركب على موتور يمشي عند الاخر باق ينزل تيقفوا كاع الناس في الطريق وما تيبيش يذبح عليهم تيقولوا مو دير بزروب لان مرتبط بمواعيد مع ناس اخرين حتى تيسالي ولا كان دايز لا طلبوا شي واحد تيدير طق طق وما تيقولش لهم شحال او ما تيعطيوه ماشي تيقول لهم القد والقد لا عطيتي هو هذاك عطيتي 200 درهم تيشد عطيتي 300 تيشد عطيتي 400 تيشد ما عنديش هو المشكل كاين اللي تيعطي الكرعين والراس كاين الناس دابا مختلفين كاين اللي ما عندوش مع الراس والكرعين وداك الشيء تيعطيهم لي حنا قلبناها من النجاح للباكالوريا للعيد وراه اش نقول لكم اخوتي راه حنا تنهضروا دائما في المواضيع الانيه المواضيع ديال الساعه واش دابا المواضيع ديال الساعه هي الباك والعيد الكبير وعلى ذيك العيد الكبير كذا يكون مثال راه الثمن طاح باش نقولها لكم من هنا الثمن راه طاح ديال العيد راه نقص الثمن دخلوا هذوك الكباش ديال الصبريون وراه نقصات على حساب ما قالوا 1000 درهم في سميتو داك اللي كان داير 4000 ولا داير 3000 درهم وداك اللي ولا داير اللي كان داير 5000 ولا داير 4000 وداك اللي كان داير 3500 المهم ما يزربوش ما تزربوش الناس اللي بغات تشري ما تزربش تمشي تقلب وسيروا للسوق السوق راه اش خلى هذاك مابا تحد شوفوا ندوزو نيت حدا الزاهيه نشوفوا هذيك واش تعلق الباك نظن الطابلو واش تعلق واش ما تعلق واخا انه راه هو تعلق راه معلق دابا هادشي كاين الناس كاع راهم الناس يشوفوا شتي هما راهم هذوك جوج الناس يشوفوا غادي نمشي تا نصور لكم الطابلو ديال الزاهيه راه طليت على الطابلو تيديروا غير زعما الميزه باش دزتي
واش حسن واش حسن جدان واش مستحسن. دابا سيونس مات فيه ثلاثة ديال الحسن جدان، فيه بزاف ديال المستحسن وديال الحسن وفيه بزاف ديال مستحسن، كاين شي وحدين اخرين ديال باسابل. المهم انا قلت لكم زعما على حساب شحال كلي مسكين خشي في الماء لا الصاد. المهم انا قلت لكم على حساب الاسماء باش تعرفوا بان راه كاين الناس اللي بغاو يقراو، اللي باغي يقرا راه باغي يقرا. على دابا مثلا هما هذه دابا مدرسة عمومية، ثلاثة اللي في هذاك جابوا حسن جدان وسميتو ما عرفش، خمسة اللي جابوا حسن وما باقي بزاف اللي جابوا مستحسن، ما عرفش سبعة ولا ما عرفت ثمانية، وبزاف ثاني جابوا باصابل ثاني صحاب باصابل ثاني. يعني راه كاينين الناس اللي عجبني الحال فاش لقيت ثلاثة في سيونس ما جايبين حسن جدا، دونك سي بيان سي بيان دونك طون ميو. طبعا هاد الورقة ما غاديش ننشر، انا نشر هذيك صورت هذاك الطابلو كامل، ولكن الطابلو كامل ما باينش مزيان، يعني ما انسان ما كاين اللي ما يبغيكش تعرفوا شحال جاب، وكاين كل واحد هذيك حرية شخصية فهمتي، كل واحد تيختلف طريقة ديال التفكير ديالو، هذيك شخصيته هذاك حريته هذاك براسو. هذا ما غاديش ننشر لكم عن قرب، صورت انا عن قرب على حسب باش ندير. ايوا باني عجبني الحال فاش لقيتو عاوتاني في السيونس فيزيك، عاوتاني بزاف اللي جايبين حسن جدا وبزاف نيت، وكاين اللي جايبين بزاف اللي جايبين حسن، بزاف جايبين تخي بيان وبزاف جايبين بيان وبزاف اللي جايبين ابيان مستحسن. يعني راه كاين نيفو مزيان يعني صافا الحمد لله، هادو وليداتنا كاملين الحمد لله والله العظيم. الى صراحه تيفرح نتمنوا النجاح للجميع، الله يعاون الجميع الله يعاون الجميع. وكيف قلت لكم الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم، راه سي با لا فان دي مون، سواء هادوك اللي نجحوا او اللي ما نجحوش، اللي نجحوا راه باقي راه يلاه بغيت تدوزوا للجهاد الاكبر. عندك صحاب لكم واش قطعتوا الواد ونشفوا رجليكم، راه يلاه بغيتي تبداو اراك لافاك، اللي بغى يدخلوا لافاك اللي بغى يدخلوا مختلف لي فاك، كاين لافاك حيت واحد قلت ليه واش اش من فاك بغيت دير، قالك لا 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 لافاك ما نديرهاش. قلت ليه واش بغيتي دير، قال لي بغيت ندير الميديسين. قلت ليه على الميديسين ماشي فاك، تا هي راه لافاك سي اون فاكولتي دو ميديسين. وانا نقول ليه راه تا هي كاع تابعة للقضائية. قالك ها، قلت ليه راه هاديك راه ما معنى لافاك، راه معنى الكلية، كلية أو الجامعة، معنى الجامعة، جامعة القضائيات كلية العلوم، جامعة القضائيات كلية الطب الصيدلة، جامعة القضائيات كلية التربية والتعليم، جامعة القضائيات كلية اللغة العربية، جامعة القضائيات كلية اش قلت لك بيد اش من فاك با يدير با يدير الدري ولدك، قالك لا لا ما يديرش لا فاك، لا اش بغا يدير بلا فاك، قلت له اش بغا يدير، قال لي بغا يدير الطب، قلت له لا الطب ماشي فاك ماشي لا فاك، ما دخل تبعش لا فاك تبع هما. دابا عندو ديك التصور ديال لا فاك بانها راه هي هذيك هي البي جي والبي سي والام بي، رغم انه كاينين الناس اللي داروا هذوك ديك لافاك والله الا مشاو بخير ولا خير. عندك صحاب ليكم راه اي ميدان، كاين اللي دار مثلا لا فاكولتي وداش الاجازه بمونسيون زوين ودار دار تروازيام سيكل ودار الماستر و تونجاجا كاع في اسميتو في هذاك. بغينا نتخباو زعما مورا السيارة ساجا هذاك ناطر، شي وحدين صاحبي عندهم شي سوكات يا اخي إنا عكسنا. قلت ليه و تيدير تروزيام سيكل ودار معيد في لافاك و في لافاكولتي ولا بخير تخلص مزيان، تيني ودار كاينش ماستر دكتورة ماشي راه بغيتي دير زعما اتيود اكاديميك، راه خصك دير لافاكولتي ديال نابورت كيل فاك، تقدر ديرها ديال العلوم تقدر ديرها ديال تاع اللي خايبه هو دير اي ميدان وتكون فيه متوسط او لا ناقص عادي.
فهمتي هي خايبه في اي ميدان هادي شتي تكون نورمال تكون عادي تكون في اي ميدان فريا خايبه خصك تكون في اي ميدان وتكون مجهد الى بغيتي دير. نتمنى لكم يعني انني نكون يعني حتى في جميع المواضيع سميتو يعني هذا الفيديو هذا راه قلت لكم جا طلب واحد اخت قلنا لها مرحبا على الرسول يعني انا شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.